الحاجة اللي ممكن تقولها لبرنامجنا ما قلتهاش قبل كده؟ ما قلتهاش قبل كده. شيرين طلعت في برنامج قريب واتكلمت عني كلام أنا نفسي مش اتفاجئت بيه. يعني عايز أقولك إن يوم الحلقة دي وهي بتتصور مع شيرين كنت أنا وشيرين متخانقين خناقة كبيرة جدا جدا، من أكبر الخناقات اللي خانقناها يعني. فأنا ما حضرتش تصوير البرنامج ده، كنت قاعد بره الاستوديو بره البلاتو لحد ما خلصت، وبعد ما خلصنا ولا كلمه ما كناش مع بعض، ما اعرفش هي عملت ايه وما سالتهاش هي عملت ايه، وشفت البرنامج زي الناس. كلامها عني في سؤال اتسالته فقالت لهم خايفه لحسن اخسره، الكلمه دي خلتني اعيط بالدموع. يعني حسيت انه انا في حد ممكن يكون بيحبني كده، وانا ممكن يكون في حد فعلا خايف انه يخسرني. فانا عايز اقول لها انا ما كنتش عارف اني ممكن اوصل بدرجه حبي لبني ادم غير امي، اوصل معاه للدرجه دي من الحب، واني فعلا احب اشوفه احسن مني. انا عمري ما حسيت الاحساس ده غير لاهلي، او كنت متخيل اني احسه لعيالي، بس شيرين بحس انها بنتي، وبحس ان انا فعلا عايز اشوفها طول عمري احسن مني. وبقول لها ان انا اللي خايف انك تبعدي عني. ربنا يخليكم لبعض.